بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عموما، وحجاج بيت الله الحرام خصوصا، إننا في هذه الأيام نعيش فترة مباركة طيبة من عند الله سبحانه وتعالى، هي أيام العشر، عشر ذي الحجة، وفي آخرها يوم عرفة، وبعد يوم عرفة أيام التشريق، فنحن من خير إلى خير ومن عبادة إلى عبادة. فأخلص النية لله عز وجل، توجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة أن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإن الله قريب مجيب، أمرنا بدعائه ووعدنا أن يستجيب لنا، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تسمى الدعاء عبادة بقوله: إن الذين ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم، وهي النار العظيمة، داخلين أي صاغرين، وذلك بسبب كفرهم وبسبب إعراضهم عن طاعة الله ورسوله. فاستقيموا لربكم في هذه الأيام، ودائما وأبدا استقيموا لربكم على عبادته ودعائه واستغفاره وأنواع العبادات التي تستطيعونها تقدرون عليها من واجبة أو مستحبة، فإن ذلك من عزم الأمور. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه فقال ادعوني، ووعدنا أن يستجيب لنا فقال أستجب لكم، ثم توعد الذين يعرضون عن دعائه وعبادته، توعدهم بالنار في جهنم، نسأل الله العافية. فاستجيبوا لربكم واستقيموا على طاعته، واستغفروه عن تقصيركم وغفلتكم، فإن الله جل وعلا غفور رحيم، غفور لمن تاب، شديد العقاب لمن أعرض واستكبر. علينا جميعا أن نقبل على عبادة الله في هذه الأيام خصوصا، وفي جميع الأيام عموما، فإن هذا يرجع ثوابه لنا إذا نحن استجبنا لربنا. وهذا من كرمه أنه أمرنا بعبادته لا لحاجته إلينا، فإنه سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وإنما نحن المحتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه. لا يربطنا به إلا العبادة التي شرعها لنا، و
إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في ذلك، نحن محتاجون إلى ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. علينا أن نستجيب لربنا وأن نخلص لعبادته، ويرجع ثمرة ذلك وفائدته إلينا. وهذا من رحمته بنا أنه دعانا بعبادته ووعدنا أن يستجيب لنا. والله ما خلقنا ليتعزز بنا من ذلة أو ليتقوى بنا من قلة، وإنما أمرنا بمصالحنا ولأننا نحن المحتاجون إليه. أما الله فإنه غني عنا وعن عبادتنا، وإنما نحن المحتاجون إليها. فإن الله سبحانه من كرمه ومنه وجوده أن أمرنا بعبادته ليستجيب لنا وليغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا، فإنه غني عنا ونحن المحتاجون إليه، ولا صلة بيننا وبينه إلا بعبادته سبحانه وتعالى. فمن استجاب للدعوة الله ودعا الله استقام على دينه، فإن ثمرة ذلك ترجع إليه، إلى نفس العبد. والله جل وعلا من كرمه وفضله مع غناه عنا ونادانا وأمرنا بعبادته، ونحن مع ذنوبنا وتقصيرنا نعرض عنه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبادة مطلوبة دائما، ولكن هناك مواسم للعبادة تزيد فيها الأجور، تغفر فيها الذنوب، تكفر فيها السيئات، مثل هذه الأيام وهذا الموسم، موسم الحج إلى بيت الله العتيق. وهذه الأيام عشر ذي الحجة هي أيام مباركة، توجها يوم عرفة اليوم التاسع منها، ثم يوم عيد الأضحى، ثم أيام التشريق، خيرات متتابعة ونعم متوافرة. ولكن علينا أن نقبل على عبادة الله، وأن نستثمر هذه الأيام المباركة زيادة في أعمالنا وصلة بيننا وبين ربنا. علينا أن نلتفت لأنفسنا، وأن نتذكر ذنوبنا، وأن نستغفر ربنا لذنوبنا وسيئاتنا، وأن لا نغفل مع الغافلين أو نعرض مع المعرضين الذين لا يستجيبون لنداء الله ويكونون من الخاسرين يوم القيامة. فإن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فمن ضيع دنياه ضاعت آخرته، ومن زرع حصد، ومن أطاع الله ورسوله فإنما ينفع نفسه وينقذها من عذاب الله جل وعلا. فالفائدة راجعة إلينا، فمع غناه عنا يدعونا، ومع فقرنا إليه وحاجتنا نحن نعرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام مباركة وأيام عظيمة، عشر ذي الحجة يتلوها أيام التشريق، وكل دنيانا كلها مزرعة، كلها ليلها ونهارها وساعاتها وأوقاتها كلها مثمرة إذا انتبهنا لها وغرسنا فيها غرسا نافعا لأنفسنا من عبادة الله وطاعته. فإن ذلك من عزم الأمور
ومن غفل وأعرض فإنه لا يضر إلا نفسه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد سبحانه وتعالى. إذن تبين لنا أنه أمرنا سبحانه بعبادته رحمة بنا ورأفة بنا لأجل أن نتقرب إليه ولأجل أن نقدم لأنفسنا عنده خيرا. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين ويتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. فاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح وبالأعمال الصالحة، وأن يمنحنا فضله ومغفرته وإحسانه، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فاستجيبوا لربكم أيها المسلمون في هذه الأيام ودائما وأبدا، وأقبلوا على الله ليقبل عليكم، أقبلوا على الله بعبادته ليقبل عليكم بمغفرته ومنه وكرمه. والله لا يضيع أجر المحسنين، وهو سبحانه وتعالى يضاعف الأجور، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا من فضل الله ورحمته ومنه وكرمه بنا، فإنه سبحانه غني عنا وعن عبادتنا، ولكن نحن المحتاجون إليه الفقراء إليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل في هذه الأيام المباركات وفي غيرها من أيام الدنيا. الدنيا كلها مزرعة للآخرة لا يضيع منها دقيقة. إذا أقبل العبد على ربه فإنه تصبح كل أوقاته أوقات خير ورحمة. وأما إذا غفل عن طاعة الله وأعرض عن الله فإنما يضر نفسه ويخسر نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.